جامعة المستقبل جامعة خاصة أنشئت عام 2006 وتضم 6 كليات، منها 2 في القطاع الطبي وهما كلية الصيدلة والتي تم اعتمادها عام 2016 من هيئة نقائي وهي الآن متقدمة لإعادة الاعتماد. أما الكلية الثانية فهي كلية طب الفم والأسنان والتي اعتمدت أيضا من هيئة نقائي عام 2018. وهناك كليتان بالقطاع الهندسي والتكنولوجي وهما كلية الهندسة والتكنولوجيا التي اعتمدت عام 2020 وكلية الحاسبات والتي اعتمدت عام 2019. أيضا يوجد كليتان بالجامعة وهما كلية التجارة وإدارة الأعمال والتي سوف تتقدم إن شاء الله قريبا للاعتماد، وأخيرا وليس آخرا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية آخر الكليات التي حصلت على الاعتماد منذ شهر. وتحرص الجامعة على توفير الدعم المادي لخطة كلية الصيدلة وذلك تمشيا مع خطة الجامعة وخطة وزارة التعليم العالي. تتابع الجامعة تنفيذ معايير الجودة بكل دقة على مستوى الكلية سواء كانت كلية الصيدلة أو باقي الكليات وعلى الجامعة بأكملها. وقد تعاملت الجامعة بكل دقة وكل قوة مع أزمة كورونا سواء كان على مستوى الاحترازي في داخل الجامعة وكياناتها المختلفة أو على مستوى التدريس، فقد قامت الجامعة فور غلق الكليات بتوفير المناخ اللازم والإمكانيات اللازمة للتعليم الهجين أو التعليم الأونلاين. وفي نهاية كلماتي أتمنى كل التوفيق لكلية الصيدلة في الاعتماد مرة ثانية، حيث أن هناك 5 كليات قد اعتمدت بالجامعة، ونتعشم إن شاء الله في القريب العاجل أن يتم اعتماد الجامعة ككل. كلية الصيدلة جامعة المستقبل هي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نقاب، وتم اعتمادها سنة 2016 من أول مرة. تمنح الكلية بكالوريوس الصيدلة وفق لائحة 2014، وتم تخرج 11 دفعة. ولمواكبة التطور الحادث في المجال الصيدلي تم اعتماد لائحة فارم دي والعمل بها في العام الدراسي 2019-2020، وتم اعتماد لائحة فارم دي كلينيكال فارمسي والعمل بها في العام الدراسي 2021. تدار الكلية من خلال عدة خطط مثل الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2022، خطة البحث العلمي، خطة تنمية المجتمع، وخطط التقييم الذاتي لمخرجات الكلية والتي تضمن جودة ممارسات الكلية ومخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية وتضمن تحقيق رسالتها وأهدافها. كما تتبنى الكلية سياسات واستراتيجيات للتدريس والتعلم والتقويم تضمن إكساب الطلاب الجدارات المطلوبة في نورس 2017، والتي تدعم اكتساب الطلاب المهارات المهنية من خلال التعليم التجريبي والتعلم الذاتي واكتساب مهارات التوجه المهني وإدارة الأعمال. كلية الصيدلة جامعة المستقبل هي من الكليات الخاصة القليلة التي تمنح برامج متكاملة للدراسات العليا، وتشمل على 8 برامج للماجستير في كافة التخصصات الصيدلية ودبلوم اليقظة الدوائية ودرجة الدكتوراه في الصيدلانيات. كما تقدم الجامعة منح لخريجي الكلية خلال دراساتهم والتحقهم ببرامج الدراسات العليا. تتميز الكلية بأنشطة بحثية وعلمية متميزة مثل مجلة الكلية ووجود مؤتمر دوري للكلية وأبحاث تطبيقية دولية منشورة في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع موجه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما تقوم الكلية بتقديم خدمات مجتمعية مميزة مثل ورش العمل والقوافل الطبية وحملات التوعية. تحرص الكلية على خدمة المجتمع من خلال العديد من
اتفاقيات التعاون مع الهيئات والجامعات الدولية والمحلية في مجال التعليم والتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وجودة التعليم. مركز ضمان الجودة بيدعم الكلية دعم كامل عن طريق مساعدة الكلية في توفير الوثائق التي تطلبها من الإدارات المركزية بالجامعة، النماذج التي توفرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الموقع الإلكتروني أو التي يتم إرسالها من الهيئة للجامعة، أيضا مساعدة الكلية في تنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات والإداريين. مركز ضمان الجودة بيقوم بعمل مراجعة داخلية للكلية وزيارات محاكاة داخل الكلية، والحقيقة دور المركز الفعال مع كليات الجامعة وليس فقط كلية الصيدلة كان واضح جدا من اعتماد 5 كليات من كليات الجامعة، ودي حاجة دايما احنا بنفخر بيها كجامعة المستقبل ان معظم الاعتمادات الخاصة بالكلية كانت من اول مرة.